وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين، عقد الدكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع الكابتن محمود صالح نائب مدير القطاع للبراعم والكابتن أحمد سمير مدرب فريق براعم الأهلي مواليد 2005. وقدم أحمد سمير تقريرا مكتوبا إلى أبو المجد عن إجمالي مشاركة فريق 2005 في بطولة دبي، بالإضافة إلى ملاحظاته الخاصة عن المستوى الفني لكل اللاعبين الذين شاركوا في المباريات. وكان فريق 2005 قد تمكن في الدور الأول من البطولة الدولية بعد تفوقه على فريقي الأكاديمية الكندية والشارقة الإماراتي. أشاد أمين عرابي المدير الفني لفريق ناشئين نادي الأهلي مواليد 99 بأداء اللاعبين خلال الفوز بنتيجة 7-1 على فريق طنطا في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد طنطا ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الجمهورية. وقال عرابي إن روح النادي الأهلي هي سر الفوز على طنطا بهذه النتيجة الكبيرة، رغم أن الفريق يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعدما تعرض المدافع محمد عبد المنعم للطرد. وأكد عرابي أن شخصية وخبرات لاعبي الأهلي جعلت الفريق لم يتأثر باللعب ناقصا في الشوط الأول، بل أضاف اللاعبون 5 أهداف بعد الطرد.